بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، بفضل الله وبحمده وصلت اليوم السبت الموافق 24 من شهر اكتوبر عام 20 سيارة لحوم سكوك الاضاحي لتوزيعها على المستحقين باذن الله تبارك وتعالى، وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم السبت الموافق 24/10/2020 وصل إلى مديرية أوقاف بورسعيد طن من لحوم الأضاحي الدفعة التاسعة اللي يوزع على الأسر الأكثر احتياجا تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حفظ الله مصر.